اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر منور معنبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى أدنى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والمقصود موجوده سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الغرباء والفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله